بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء والمرسلين بالتمام بالتمام. فقلنا لأبا يا آدم إن هذا يعني تكشف إلى تقرير إن هذا أو ربي ما سمح لأن يعني ربي يمقته وكتب له المذلة في الدنيا والآخرة وما بينهما. فقلنا يا آدم إن هذا يا هذا يا هذه تحت الريم وسميه باسمه إن هذا عدو لك ولزوجك. بداية عداوة بدأت مع أبوينا عليهم السلام. واش ماشي فرد إلا في القليل يكون من المخلصين. نسأل الله أن نكون من هؤلاء المخلصين وحبنا لله وطاعتنا إليه وطاعتنا له وخشيتنا من غضبه وأليم عقابه. والسلام.